والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، السيد نائب وزارة الشباب والرياضة، السيد ممثل السلطة المحلية، السيد رئيس المجلس البلدي، السادة الحضور الكرام، في البداية باسم اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون جمعية أمل تزنيت لكرة القدم، لا بد أن نشكر الجميع على الحضور لهذا الجمع العام السنائي، وإن دل ذلك على شيء إلا ما يدل على مدى اهتمام محبي ومشجعي وكل غيورين على فريق مدينتهم، ألا وهو فريق جمعية أمل تزنيت لكرة القدم. هذا الفريق الذي له تاريخ وماضي غني بالإنجازات منذ تأسيسه في فترة الأربعينات إلى يومنا هذا. إن حضوركم اليوم يعتبر سندا قويا للجنة المؤقتة لإتمام المهمة المنوطة بها حتى تصل بفريق أمل تزنيت لكرة القدم إلى شط الأمام. وقبل إطلاع حضور الكريم على ما قامت به اللجنة المؤقتة إلى حد الآن، لا بد من الإشارة إلى أن التنمية الريادية تعتبر اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداتي، مسلسل شكل أحد المشاريع المجتمعية الكبرى التي باشرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين. وتكتسب الرياضة في الواقع أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح، وعليه تشكل الرياضة رافعة للتنمية البشرية وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية. علاوة على ذلك، إذا كانت الأنشطة الرياضية تمكن تحقيق الرفاه ووسيلة لمحاربة الفقر والتهميش، فإن رياضة كرة القدم في مدينة تزنيت وخاصة فريقها الأول أمل تزنيت إلى جانب الفرق الرياضية الأخرى تساهم بشكل كبير في خلق فرجة تشغف بها ساكنة المدينة من جميع الفئات، وخاصة خلال نهاية الأسبوع، بحيث يصبح ملعب مسيرة قبلة للجميع لحضور عرس رياضي تسوده الروح الرياضية والفرجة باستقبال فريق أمل تزنيت كرة القدم لمباريات بطولة القسم الوطني الأول هواة. وفي حالة ما صعد هذا الفريق إلى مجموعة النخبة، فإنه سيساهم بشكل كبير في إشعاع هذه المدينة العريقة، وكذا في التنمية الاقتصادية والسياحية للإقليم. أيها الحضور الكريم، قد عقدت اللجنة المؤقتة منذ توليها هذه المهمة 3 اجتماعات، ذلك أنه انطلاقا من قرارات الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 29/8/2013، تم تحديد مهمة اللجنة بالبحث عن رئيس جديد لجمعية أمل تزنيت لكرة القدم خلفا من الرئيس المستقيل. وبعد ذلك عقدت اللجنة المؤقتة اجتماعها الأول، وذلك بتاريخ 3/9/2013، حيث قررت تحديد مقابلة مع السيد أمين صاحب جلالة على إقليم تزنيت، وكذا السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة تزنيت. وبعد استقبال أعضاء اللجنة المؤقتة من طرف أمين صاحب جلالة، الذي استمع إلى جميع تدخلات أعضاء اللجنة وعن الهدف من هذه الزيارة، حيث أبدى لنا استعداده الكامل لتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لإيجاد حل في أقرب الوقت، حتى يتمكن الفريق من إتمام مشواره الرياضي وأن يواصل دوره في تنشيط الحركة الرياضية بالإقليم. ومن هذا المنبر أوجه باسم جميع أعضاء اللجنة المؤقتة فائق الشكر والتقدير لشخص السيد العامل على حفاوة استقبال وكذا اهتمامه البالغ وتتبعه للمشاكل التي يعرفها الفريق الأول بالإقليم. وبتاريخ 12/9/2013 عقدت اللجنة المؤقتة اجتماعها الثاني، حيث قررت خلاله عقد لقاء مع السيد رئيس المجلس البلدي والسيد نائب وزارة الشباب والرياضة. وبتاريخ 17/9/2013 اجتمعت اللجنة مع السيد نائب وزارة الشباب والرياضة على الساعة 12:30 بعد الزوال، وبعد مناقشة مستفيضة وهادفة تقرر ما يلي: أولاً، تحديد عقد الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 19/9/2013 أي اليوم على الساعة 7 مساء بمقر قاعة الشيخ مع العينين. ثانياً،
فتح باب الترشيحات للجميع. ثالثا إعلام المجتمع المدني عن طريق الملصقات وكذا وسائل الإعلام الإلكترونية. كما أن المجلس البلدي لمدينة تلمس أكد أنه دائما يساند الفريق ويقدم له جميع أشكال الدعم كما كان في الماضي وسيبقى كذلك في المستقبل حتى يتمكن الفريق من تحقيق المزيد من التألق مما سبق. وفي إطار الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الريادي المحلي وكذا الشفافية الكاملة التي عملت من أجلها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الفريق وإلى غاية هذا الجمع العام الاستثنائي، فإنني أشكر جميع أعضائها على مساهمتهم الفعالة طيلة هذه المدة وكذا التزامهم لحضور الجميع في كل الاجتماعات. كما أشكر السيد نائب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة على تواصله الدائم مع أعضاء اللجنة. وفي الأخير باسم جميع أعضاء اللجنة المؤقتة أشكر كل من ساعد هذه اللجنة على أداء المهمة المكولة لها في العمل على إنقاذ هذا الفريق من أي كبوة أو تقهقر حتى يواصل مشواره الريادي في أحسن الظروف. وشكرا للجميع. جيبوا لينا القانون ديال الجامعه، جامعه كره القدم. اش كاين تقال في الجامع العام الاستثنائي؟ لانه بالنسبه للاعلانات ديالكم كتقولوا ان باب الترشيح غادي نحلوه للجميع، ومن بعد غادي من بعد الناس اللي هما منخرطين هما اللي غيصوتوا. اذا هنا راه كتنقضوا على رؤوسكم. كاين تناقض. تم الاشاره في التقرير ديال ممثل الشباب والرياضه وزاره الشباب والرياضه ان الهدف من هذه الجمعيه او من هذه اللجنه المؤقته شكون هو اختيار الرئيس. ولكني كنشوفوا الاعلان انه اللي تقال عندكم وداك الشيء اللي في الاعلان راه كاين تناقض. هذو الا كانوا غادي يختاروا الرئيس ما لا داعي باش نديروا هذا الجمع العام. الا عطيتوا اللجنه المؤقته انها دير تختار الرئيس، لا كاينش باش نديروا هذا الجمع العام. يختاروا الرئيس هما ونفضيو هذا الشيء كلشي. الجامع العام الغير نهادي، حنا ما كنهضروش على الجامع العام الغير نهادي. انا تنقول لك ان السيد ممثل الشباب والرياضه تيقول انه راه الهدف ديال هذه اللجنه المؤقته هو اختيار الرئيس ديال الفريق. الا كان الهدف ديال اختيار الرئيس اختار الرئيس وتهنينا من هذا الجانب. المنخرطين ازال الحق الترشيح، لانهم الحق يترشحوا للرئاسه. المندوب ديال الشباب والرياضه في الاجتماع ديالو اللي دار هنا قال لك اودي فيما يخص الرئاسه حلوا الباب للجامع، حلوا الاخضر. القانون ديال الجامع هو الانتخاب الرئيس كله انا اطلب، لانه هذه مده كان بامكان كل من له غيره على هذا الفريق. انا تنقول هذه واتحمل فيها مسؤوليه، من له غيره ان يؤدي مبلغ واجب الاشتراك والانخراط، وانا ذاك يمكن ان يحاسب. اسمحوا لي، ما عمرش الوحده نشتو 11 واحد. لا اسمح لي، ما تقاطعنيش، انا ما تقاطعنيش.
الإخوان تعلقوا وبمساعدة المجلس البلدي تعلقوا اللوائح وتعلقوا الإشهارات أنه يبقى بيجي ينخرط باش حنا نديروا واحد ثقافة جديدة أنه كل يشارك كله يقدم ما لديه من خدمة ومن نقد ومن عمل حتى واحد ما جاش مسير سابق وأنتم تعرفون ماذا يعاني المسير في تسيير مثل هذه الشؤون سواء الرياضية أو الجماعية أو شيء، ولكن حبي لهذا الفريق جعلني أحضر لهذا الاجتماع، أحضر لأشارك ولأدعم ولأقدم ما يمكن أن أقدمه خدمة لهذا الفريق. أقول في إطار ما تقتضيه الأعراف أنه في إطار مسؤوليتي كرئيس الاتحاد الرياضي أمل تسنيت ألزمت الكاتب العام وألزمت أمين المال بالقيام بجميع الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تطعيم هذا المكتب بجمهور من المنخرطين. في شهر جوج في شهر ثلاثة فتحنا الباب حتى لنهاية شهر ستة وما تقدم إلا من تقدم. واسمحوا لي كلكم لكم غيرات على هذا الفريق، ولكن الغيرة بالكلام لا، اسمحوا لي الغيرة بالعمل وليس بالنقد. من منكم الآن وكنت عند نهاية مهامي طلبت من الجمهور الذي حضر ومنهم من حضر هنا أن يتقدم ونصوت عليه ليكون رئيسا، لأنه ليس الأمر بالسهل، الكلام بسيط النقد بسيط ولكن العمل اليومي التجرد نكران ذات العائلة الكاملة رحنا قلنا سيرنا هذه مسألة ماشي سهلة، ولكن باش يجي الإنسان غير يقول لا ما درتي ياك من حقك تقول ما درت ولكن إلى غاية تحاسبني أجي نخرط حبيبي نخرط تكون لك كلمة. أنا خرجت ما كنت في اللجنة المؤقتة ولكن أعطيت واحد الاستشارة بسيطة أنه كل من وجد في نفسه مؤهلات ليتقدم للترشح للرئاسة فمرحبا به وأسهلا ولو لم يكن منخرطا لأنه حتى في الناحية القانونية راه ما يتمكنش إلا الناس المخرطين، ولكن حبنا ورغبتنا في الاستمرار وفي تدعيم هذا الفريق طلبت من إخواني أعضاء اللجنة المؤقتة أن يفتحوا هذا الباب. لماذا؟ لأنه كاين عندنا خيرات الناس اللي يمكن يتقدم إلى نجح يجيب المكتب ديالو وتحمل ديك الساعه هو المسؤوليه يكون هذاك منخرط ولا ماشي منخرط لا يهم، ولكن ياخذ التزكيه في اطار القانون في اطار انه ما يتمكنش يتزكى الا من طرف الناس اللي منخرطين.
هذه هي المسائل القانونية. أنتم تتعرفوا كل الجمل العامة ديال الجميع النوادي هي هذه باش تمشى. والسيدة المندوبي إلا قلت هذا الشيء ماشي هو هذا كيقول لي لا. مزيان حنا هذا الجامع العام ناقشوا فيه إلا كان إخلالات إلا كان شي حاجة. أنا مازال مسؤول أنني نقول لكم نرد عليكم. لأنه ما كان حتى واحد ديك الساعة في الجامع العام اللي داز. كاين واحد مجموعة الناس هي مجموعة الناس لا تتعدى 20 واحدا كان بودي أن يحضر أكثر ويناقشوني لأنني أنا مسؤول. أنا الآن أديت الأمانة والله شاهد عليا. الله شاهد عليا. وأنتم تحملوا المسؤولية في انتخابات اسمحوا لي كلمة أخيرة في انتخاب شكرا في انتخاب الرئيس المقبل اللي غادي يسير لنا هذا الفريق اللي تحبوه. شي هاد الناس اللي هنا واللي على برا واللي ما جاو راه كلشي عندهم الغيره على الفرقه باش ما تكون هنا المزايدات. هذا عنده شويه هذا لا الجميع غادي ندوز لهذا الوضع الاستثنائي. هذا وضع استثنائي اللي تعيش الفريق ديال الامل وضع استثنائي ومازال حتى هذا الوضع الاستثنائي ما خصوش ما مقد باش نخليه استثنائي. فيه ثغرات سواء في عند تكوين اللجنه سواء الناس اللي فيها. اذا هذه امور ما غادي نناقشوا انما غادي نناقشوا واحد المساله. مادام هاد الناس كلهم عندهم الغيره اعتقد انه هذا الوضع خصنا نخرجوا منه. صحيح الجانب القانوني غادي نستحضروه ولكن انا غادي نطرح سؤال. المنخرطين هما 10 10 المنخرطين هذه لائحه ديال 10 الناس وكاين غير اللي تدار ما مخرط ما خلصين خيرات واللائحه ما تصدق عليها من طرف الجامعه. هذا هو القانون لا بد نحضروا. اذا اشنو اللي خاصنا دابا؟ واش 10 الناس حنا نفترضوا 10 واش حتى شي واحد في قرارات نفسه ما يخليه ضميره ضمن هاد العشرة يقرر في المصير ديال المدينة إلى ماشي لإقليم راه إقليم هذا الفريق ديال الإقليم. لذلك أنه أنا اللي غادي نقول ما نطولش ما غادي ندير شي حاجة لأنه كاينة واحد العدد ديال الخلفيات. أنا تنهضر من موقيع كمحب لهذا الفريق وكمساهم في الطلوع ديالو وأديت أنا تضحية إلى جانب واحد المجموعة ديال الإخوة هما حاضرين هنا. لا بد انه عندي غيره ديال هذا الفريق. لذلك انا تنقول كما يقولوا الفقهاء ديال اللغه الباب يحرز ما نلعبوا وما نتلعبوا بالمصير ديال الفريق. الا قلنا مصير الفريق مصير الاقليم خاص تجرد من كل شيء من اجل الفريق والمكتب اللي خصو ينباتق اليوم ولا غدا. انا عندي اقتراح غادي نعطيه اللي هو غادي نمشيو في القانون. غدا خصو يبني الفريق ويقطع مع شي امور اللي ما عطات النتيجه. هذه سنوات ما عطات النتيجه. كل مره حنا ما غادي نرجعوا للمسائل الاخرى. هاد الناس اللي يشتغلوا ودبروا التسيير ديال الفريق الله يجازيهم بخير. لا بد هاد اللي راه تيشتغلوا لا بد يكون اخفاق ويكون نجاح. اذا هذه امور لا بد منها. لذلك انا تنقترح اللجنه المؤقته اللي تنص عليها القانون تكون اليوم ما يكون فيها عضو في المكتب ما يكون فيها منخرط. وحتى اللي تيقول دابا منخرط راه في القانون الاساسي تسقط العضويه بالاستقاله. الله يرضي عليكم. إذا الله يرضي عليكم نمشيو في هذا الاتجاه باش نخرجوا من هذا الوضع الاستثنائي اللي كاين واللي ما تيخدم الرياضة. وهذا الشيء شي واحد إلا ما عجبو هذه الهضرة يدخل يقول شي هضرة أخرى. حتى إلا بغيتوا تناقشوا شكرا. تأسف إلى ما آلت إليه كرة القدم التيزيتية وبالأخص فريق أمل تيزيت. هذا فريق عريق ومعروف على الصعيد الوطني.
كنظن بانه البطوله على الابواب وكتعرفوا الحيتيات ديال القسم الوطني الاول كي داير هذا الشيء راه بدا يخفى على عليكم راه كلشي كيعرف اذا انا كنظن بان خصنا نسرعوا الوتيره في الاتجاه ديال الرئيس ولكن بواحد الشرط ان كل ما في هذه القاعه يصوت ما كاين هنا منخرط ولا باس الا بغينا ننتبهوا هذه السياسه وهذه الثقافه نبداوها من هذا المكتب وديك الساعه نتمشوا وشكرا كنشكروا المكتب الموسيقى على المستقل المجهودات ديالو كنشكروا اللجنه المعقده كذلك التدخل ديالي كينصب يعني باش لان كيبان لي من البدايه شدينا واحد المسار اللي هو شويه من البدايه كنهضروا على الانخراط جيبه المتواضعه ديالي كتبين لي انه كاع المكاتب اللي كانوا دازوا الا جينا الا بغينا نلقاو شحال كما قال الاستاذ راه كنتجاوزوا هذا المشكل هذا ولكن الا كانت حسن النيه دابا الا كان هذا الجامع اللي كاين هنايا هذا الجمهور اللي كاين هنايا عنده حسن النيه وعنده غيره حقيقيه على الفريق نخرجوا هنا واحد الرئيس ونخليه يكون المكتب ديالو لان جينا ندخلوا عاوتاني في تكوين المكتب وفي التصويت راه هنا بقينا وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ففي البدايه باش نعرف على جاني الشتيري باش تعرفوني هو الاول احمد بوكساس لاعب سابق ومن المغضوب عليه من طرف يعني بعض الاشخاص من داخل المكتب سواء القديم ولا الجديد وانا كنتلو يعني واحد المجموعه من الطبقه ديال الاخوان ابناء المدينه اللي هما المغضوب عليهم لان شيء لانهم لا ينحلون وما تيبوشوش للدين ديال المكتب وما كيتمصروش مع المكتب في اللعابه هذه نقطه. النقطه الثانيه الا وهي الجميع وبتجربه من داخل الميدان وبتجربه اللي قريت مع فريق كانوا كيفاش كتعامل المدرب والكوميتي مع المدرب مع المدربين ومع اللعابه هذه لا نقاش فيها ما نقاش حتى واحد كما كان تعمل هذا الرئيس النائب ديالو الناس عارفين رؤوسهم عارفين كيفاش كيتلاعبوا مع اللعابه ومع المدرب. النقطه الاخرى هي قضيه الانخراط حنا سيدي بنا نخرجوا كاين ناس هنا غينخرجوا دابا ولكن ذاك 1000 درهم راه هو العجيزي من طرف بعض الاخوان هنا علاش ما يديروش نلعب مثلا الجمهور 150 درهم الموظف هنا كذا يدير 500 درهم هذوك اللي عندهم الفلوس يعطيو خويا 1000 درهم هذه متفق معكم فيه نعطي سيدي 150 درهم نعطيها ونخرج في المكتب ونقدم المجهودات ديالي والمقترحات ديالي من داخل الفريق ولكن باش تقول لي انا 1000 درهم باش يكون تعجيزي هذه لا يمكن. ولا جينا هنا علاش جينا هنا؟ جينا باش اننا ننتقد الفريق ولا المكتب اللي غادي يجي ولا السابق من اجل اصلاح الفريق لان هذه 4 سنين يعني من 2009 من اللي طلع الفريق ومن هنا وحي الناس اللي طلعوا الفريق
مازال ما كاينش التكريم وما كاينش والو بالنسبه لهاد الناس. نحييهم من جديد ونحييهم عاليا. واقول كذلك بان هاد الناس راه خصني تطلع لهم الشرف ديالهم وتطلع لهم الكرامه ديالهم. كاين ناس هنا 24 سنه 25 سنه خرج من كرة القدم، ما بقاش يحمل كرة القدم. علاش؟ لأن المكاتب المسيرة ما كتحملش ولاد البلاد. نقطة استفهام، علاش هاد المكاتب ما كتحملش ولاد البلاد؟ علاش؟ وعود النقطة الأولى، لأنه ما كيتحلوش وما كيحصلوش عباد الله. تيجيو تيديروا الواجب ديالهم، راه ملي كنا عباد الله في 2009 في المكتب القديم 2009 راه كنا نشدو غير 6000 في البريم، ما تنشدوش 2500 درهم الشهرية، ما كايناش. عطيونا 2500 درهم ولاد البلاد، اش غيدير لكم؟ غادي ياكل لكم الكاس ولا غادي ياكل لكم؟ ماشي باقي غادي هاد ربع سنين دازو ما يقارب المليار يتخسر على فرقة المليار. ماذا استفدنا من هاد ربع سنين من هاد المليار؟ واش كاين شي لعاب ولد المدينة أن احترف ولا أن داتو شي فرقة ولا أن حققنا الصعود؟ إلا الفرقة غتبقى غير تنشط البطولة نشط هادو نيت وعطيها 2000 درهم ولا 2500 درهم بغاها 500 درهم بغاها 500 درهم أو داها 200 درهم وين يحشروا في خدمة هذا هضره هذا هضره يقول ماشي كنضرب انا في عباد الله ولا في المكتب ولا كذا، هذا فقط من اجل الاصلاح للفريق وحبنا في الفريق. واللي عنده الغيره يتقدم اخويا محمد، اللي ما عندوش الغيره ويتفلى على عباد الله ويتفلى على اللعابه في الابتساع. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلاعب قديم ديال امل تجنيد واللي شاركنا في الامجاد الكبيره عندما كانت كرة القدم تعتبر كرة القدم بمعنى الكلمة، وكان هذيك الساعة كاين جوج ديال الأشهر القسم الوطني الثاني كما اللي كيسميوه دابا، وكانت هذيك الساعة عطاس والكوكاب والنودية والإطوال وواحد العدد ديال الفراقي خريبكة ريم الله المحمدية ما كاين ما نعاود بها. هذيك الغيرة دابا هي اللي جابتني أنا اليوم. أنا 13 عام باش عطيت اتساع جميع الاجتماعات ديال الامل وكل شيء 13 عام دابا. علاش؟ لانه لاحظت بعض المسائل اللي هي ما عجبانيش. باختصار راه الحاله اليوم ديال كره القدم في تيزنيت راه وصلت لواحد الوضعيه اللي ما بقاش كيحتملها الجميع، ولهذا يجب تحكيم العقل. لماذا؟ باش ما يكونش استثناء ديال حتى شيء. إذا كانوا هاد الناس جاو وداك الحب ديالهم وديك الغيرة ديالهم اللي جابتهم على هاد الفريق، علاش ما نستافدوا من الجميع بغض النظر عن الانتماءات السياسية؟ أو لا غادي يبقى عرب غادي يبقى شلحي أو لا غادي يبقى صحراء ولا غادي يعني نعملوا جميعا من أجل هذا الفريق لا أقل ولا أكثر. وهاد الناس اللي غادي تختاروهم اليوم أو لا غدا أو لا بعد غدا خصكم تعطيهم الوقت. لماذا؟ لأنه خص يكون تماك واحد يعني برنامج محدد موضوعي ويديروا حساب الإمكانات اللي هي متوفرة وتعطاهم المدة المحددة باش يطبقوا هذاك البرنامج ويعتمدوا على الطاقات ديال المدينة. تيزنيت راه ملي كانت كتلعب وكانت فريق قوي يحسبوا لها الحساب، راه كانوا عندنا جوج أو ثلاثة اللعابة اللي كانوا من الأجانب لا أقل ولا أكثر، والباقي كله ولاد تيزنيت. منهم الموظفين، منهم العاطلين، منهم عبد ربي اللي مجرد كاتب عمومي ضحى بالمستقبل ديالو، ضحيت بواحد العباد ديال الطلبات ديال الفرق الكبرى في المغرب اللي طلبتني باش نلعب معاهم، انت الكوكب، الجيش، المحمديه، خريبكة، قلت ما بغيتش، فضلت تيزنيت تبقى في تيزنيت، واحمد الله واشكره بخير وعلى خير. اليوم اللي جابني وهو الله يخليكم الاخوان الله يجازيكم بخير، هذا طلب لواحد انسان غيور على هذا الفريق وقدم له الكثير من صحته من شبابه من ماله المراه ديالو كطيب باش كان مدرب كان مسير كان رئيس منتدب، يعني راه ماشي كان كنتكلم غير هكاك، كان عارف المشاق والمتاعب اللي هي كتعترض السبيل ديال كل مسير. انا كنشكر الجميع كاع الناس اللي كانوا كيسيروا الله يجازيهم بخير، راه خدموا من اجل الفريق ديال الامل. احنا ما غادي نقولوا هذا ولا نطعنوا في هذا ولا نقولوا، انا اللي كنطلب منكم الله يخليكم راه الحمد لله الطاقه الشابه راه موجوده، الاطر راه موجوده في تيزنيت سواء كانت رياضيه او لا في
الإدارة يعني، ولكن أعطيوها الوقت باش توضع برنامج، وهذاك البرنامج يكون طموح وتبني على الشباب ديال تيزنيت وتحقق هذاك البرنامج، ماشي غير نجيو نقولوا نجيبوا هذا اللعب هذا كما قال الأخ ونخلصوا له 400 ألف فرنك، ونخلصوا له 300 ألف فرنك، عطيتيه الفلوس راه عطاك، ما عطيتيهش راه مشى في حالته وسك وشو جات، وخلينا احنا ديما نقطة الصفر، راه خصكم تبنيو على الشباب ديال تيزنيت. الله يجازيكم بخير. كاين الدوري ديال رمضان، كاين دوريات عدة، كاين اللجان، كونوا لجان، كاين الناس ديال الشباب والرياضة، كاين الناس ديال التعليم اللي كيمارسوا الرياضة، راه هما راه تبارك الله عندهم الخبرة باش يكتشفوا لكم المواهب اللي غتعطي تكون لعابة ديال الغد، وتستغلوهم واحد المدة 8 سنين 9 سنين حتى يشد الباك ديالو ويمشي لهذيك الساعة، ولا وإلا كان الحب ديالو كانوا مدينا راه غادي يدفع الفريق ديالو يلعب لهم، لماذا؟ ونكونوا. أنا ما غاديش نقول كلمة أخيرة الله يخليك. عبد الربي ولد ولد كلكم كتعرفوه أشرف سالم، كلكم كتعرفوه. شرف تيزنيت مشى لعند الراجل، مشى لعند الفرنسي، هو راه دابا محترف في بلجيكا، يعني علاش ما يكونوش ولاد فلان ولاد فلان ولاد فلان من هاد الناس اللي، وعلاش ما نشوفوش حنا ولاد اليوم في تيزنيت حتى هما كيلعبوا فرق اخرى في تيزنيت؟ وشكرا. يحوزوا في نفسي انا اللي شدي حوايج في هاد الناس اللي دايرين بالعمل، باغا تعجب ماشي غير ولد تيزنيت، حتى البراني. علاش؟ سي الاستاذ قال لي قبيله انا الناس اللي حضروا في الجامع العام ديال 29 غشت غيناقشوا، اش غيناقشوا هاد الناس؟ ما كانوش منخرطين، كيفاش غيناقشوا معاك؟ الاولى الاستاذ كيطلب بان غيكون معاه نقاش، الناس اللي كانوا ما كانوش منخرطين كيفاش غيناقشوا معاه؟ وباش من طريقه يخليهم يناقشوا معاه؟ الثانيه في الجامع العام ديال 29 شفنا واحد الثغره كبيره اللي هي ثلاثه الناس ما كانوش حاضرين ودخلوهم للجنه المؤقته بس من صفه، وهاد الناس واحد السيد ما كانش كاع في الجامع العام كان غايب، هاد السيد واش كان ميت؟ حتى انا نقول لكم بلاطي لكم في الجنه المؤقته، هادشي ما قابلينوش بالنسبه لهاد الناس اللي باقيين دايرين بالامل. الا كنتو بغيتو الفرقه تزيد لقدام وكانت عندكم غيره ديال البلاد وكتقولوا انكم غيورين على البلاد، خليو الناس يبغاو يخدموا دابا. وبالنسبه بغينا واحد القضيه اخرى نقولوها، هاد الناس حنا عارفين عشرة المنخرطين، كاينين عشرة المنخرطين، واش كاين شي خادم ديال الجامعه بان معترف بهم منخرطين في الجمعيه الرياضيه امل تيزنيت؟ راه كاينين ناس هنا منخرطين واخر الخير تدخل نهار 29 فغشت وما تعرفش، لدابا كاين داخل 1000 درهم للصندوق وما عارفينوش. الا كنتو كتطلبوا المنخرطين ما كاينش نحضروا حنا، اللهم ديروا كتاب ديالكم وبقوا حنا في ديورنا. الا كنتو كتطالبوا بان المنخرطين هما اللي غيصوتوا، علاش حنا جايين؟ الا كنا غنتفرجوا لا ماتش حنا التلفازه غنتفرجوا. لهذا بغيناكم تعطيونا شي قانون ديال الجامعه ولا ديال الفيفا اللي كينص بان هو المنخرط في الجامع العام استثنائي هو اللي غيصوت على الرئيس. شكرا. هنا الجامع العام الاستثنائي، هنا عندي القانون ديال الفرقه ديال الامل، كان شباب غوارة، كان رجاء اكادير، وعندي شحال من واحد هنا، غير في واحد الفصل هنا قال لي تتخذ قراراته يعني ديال الجامع العام الغير العادي يعني الاستثنائي لاغلبيه ثلثي الاعضاء الحاضرين، ويكون التصويت بعدها واحد الخطا داروا هنا التصويت بالتوكيل او بالمراسله، واحد الخطا بعدها في الاخرين قال لك اسيدي هادو دايرين تصويت بالتوكيل، هذه ما عمرها كاينه، ها هي اللي كنكذب راه كاينه هنا. فيما يخص الجمعيات الرياضيه هذا الشكون واحد هنا دابا اجتمعنا اللهم نستافدوا. دابا هذا القانون اللي تصدر في الجريده الرسميه واللي تصادق عليه المجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين فيه شركات رياضيه فيه الجامعات، فيه حنا غنمشيو هذاك الشق ديال الجمعيات الرياضيه اللي فيه واحد الابواب اللي هي قليله. غنقرا عليكم باختصار، يجوز للجمعيات الرياضية أن تحدث لممارسة نشاط رياضي أو أكثر، تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط رياضي واحد، ولا يجوز أن يحدث أي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة،
ويعين رئيس الجمعية الريادية متعددة فروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة سير، ويجوز لهذا الأخير أي الرئيس المنتدب أن يكون أجيرا لدى الجمعية الريادية المهنية. المادة التاسعة، يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الريادية، ولهذه الغاية يجب أن تتضمن بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يلي: ضمان سير عمل الجمعية بطريقة ديمقراطية، الشفافية في التدبير الإداري والمالي، تولي النساء والرجال على قدم المساواة مناصب في أجهزة إدارتها، وتحدد بنص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الريادية. المادة العاشرة، على الجمع العام العادي، باش حنا نصمتو نشوفو الجمع العام، لأن مجموعة من القوانين ديال الجمعيات ما تحترمش هذا القانون ديال التربية البدنية والريادة. كل جمعية تدير واحد القانون ديالها بوحدو. راه شحال من جمعية داك الجمع العام السنوي راه خصو يتجدد فيه الثلث سنويا عن طريق القرعة، لا تديروش. المادة العاشرة، الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية الريادية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الريادية، تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير أعماله. لا يجوز أن يحضر في الجمع العام للجمعية الريادية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في الجمعية المذكورة، والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور. لهذا تبقى النظام الأساسي ديال الجمعية هو المرجع، شكون اللي غادي يحضر في الجمع العام وشكون اللي ما غاديش يحضر. وهذه النقطة غادي نرجعوا للإشكالية ديال الانخراط. إذا كان النظام الأساسي تقول لك بأن المنخرط هو اللي عنده الحق يحضر، راه المنخرط، القانون الأساسي هو المرجع. إذا قالوا في النظام الأساسي بأن الجميع عنده الحق يحضر على حساب القانون الأساسي ديال الجمعية. ولا يجوز لأي شخص أن يكون ناخباً أو منتخباً في المكتب المديري لجمعية ريادية إذا كانت له صفة ريادي أو إطار ريادي في الجمعية المذكورة، أو يزاول بها مهام تسير أو تقليل سواء مقابل أجر أو بصفة تطوعية. إذا كانت عنده صفة ديال إطار ريادي وما عندوش حق باش يصوت، مثلاً يكون لاعب ولا يكون لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب المديري للجمعية الريادية أن يكون عضواً في المكتب المديري لجمعية ريادية أخرى، أو له صفة ريادي أو إطار ريادي، أو يزاول مهام تسير أو تقريب جمعية ريادية أخرى. المادة الحادية عشر، تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات الريادية. الإدارة الوصية هي اللي تتمنح الاعتماد للجمعيات الريادية. هذا واش اعضاء دابا في عام جامع عام استثنائي ولا لا؟ لا هادو غير خرجوا ماشي عاد انتهى اللي جامع عام استثنائي ما لينا كاين شي حاجه، لا ما عندوش سيده مستقله، سيده ماشي شي حاجه في راسي.
المساله. داكشي اللي قريتي علينا دابا راه في امور اللي ما مقاداش، لانه هذا القانون الاساسي اللي قلتي ديال الجمعيه خصك تصدق عليه لا في دراسه الجامعه ما كاينش. بلاتي لا لا لا، هذا ديال القانون الاساسي ديال الجمعيه قلتي لينا قريتي علينا في هذاك القانون بانه خصك تصدق عليه من طرف الجامعه، هو راه هذا الشيء ما حصل. لذلك راه الثغرات كاينه في كل قنت، راه ما كاين والو، هذا الشيء راه استثنائي كله، هذا الوضع الاستثنائي ومازال حتى هذا الاستثنائي ناقص. خصكم تعتبروا هذه المساله هذه يا الاخوان، اعتبروا على انه لذلك خصكم تخرجوا بواحد الحاجه اللي هي غادي تعطي واحد النفس لهاد الطاقات باش تشتغل من اجل تنميه الفريق وبناء. هذا هو اللي خصو يكون، ونبعدوا على هذا منخرط هذا ما منخرط، هذه امور اعتقد انه متجاوزه لان كاينه ثغره ما كايناش. راه القانون الجمعيات والقانون العام القانون المغربي العام ما فيه ثغرات، راه والو. حنا جينا هنا المكتب، سمعنا المكتب القديم خدام 4 سنين يشكر حتى ودي الصبح ربي جاء اليوم قال لك المكتب عيا ويرمي بالمكتب القديم، المكتب القديم يرمي اش تي سوفو حيت اش تي سوفو يطلع مكتب جديد. حنا سيدي نديرو استثناء اليوم، نديرو استثناء ونحيدو في الثمن بلا ما ندورو هنا بحلقة فارغة، ولا كاينة شي طبخة ديروها قبل ما نمشيو نتعشاو. السلام عليكم. كنشكروا بعدا على الحضور الكريم على هذا الاقبال وهذا الحماس، وان دل هذا على شيء فانما يدل على جميع الملاحظات اللي دخلوا فيها اللي قالوا الاخوان اننا كل الناس اللي كاين هنا عندهم غيره على الفريق ديال انبال تيزنيت. وانا من الناس اللي كنعتبر راسي ولد تيزنيت لانني خدمت فيها اكثر من 30 سنه، كنت كنلعب فريق أمل تيزنيت في كرة السلة الفريق الوطني الأول، وعندي البطاقة ديالي ديال جامعة هذا من جهة. الله يخليكم، عندنا استثناءات، هذه استثناءات ولأول خطرة، وهذا خصنا نفتخروا بهذا الحوار هذا، لأنه ما عمرو كان بحال هذا الحوار هذا، ما عمرو كان بحال هذا النقاش، يعني ما عمرو كان هذا الإقبال، كنا مسدودين على بعضياتنا. إذا الآن دابا شي يقول لي مزيان النقد، ولكن خصنا نسمعوا لبعضياتنا. إذا كاين ثغرات، من الجمع الاستثنائي إلى اللجنة المؤقتة إلى غير ذلك، يعني كاين هناك مجموعة ديال الثغرات، ولكن خصنا نتجاوزوا هذا الشيء هذا. ونلقاو واحد الحل واحد المخرج لانتخاب مكتب، ولو اننا نعفسوا شي شويه على القانون ما كاين مشكل، ولكن يخرجوا الاطراف كلها واحد المكتب وواحد الروح رياضيه، وما يتسمعش علينا حنا في المغرب كله انه أمل تيزنيت اللي كانت عريقه واللي مسموع الصيت ديالها انه غادي تطيح القسم الوطني الرابع. فهذا الله يخليكم تفهموا كنا وخلونا ما بقاش ندخلوا يعني المزايدات. الان شكون اللي كيشوف في راسو انه بغى يترشح للمكتب ديال أمل تيزنيت؟ شوفوا بعدا شكون اللي بغى يترشح؟ واخا نقولوا بانه بعدا شكون نعرفوا بعدا شكون اللي بغى يترشح للرئاسه؟ وكيما قلنا شي بولين كاين تحايل، كاين تحايل على القانون، كاين تحايل. سمعت لك الله يرحم والديك. كنقولوا اولا نشوفوا شكون اللي بغى يترشح، ثم انه نعتبروا هذا الجمع استثنائي مثلا الا كنا كنبقى
نقيدوا بهذوك الامور خريطين هما اللي غادي يرشحوا يصوتوا نديروا تغيير في هذا البلد هذا ونعتبروا هذا الجمع هذا هو بمثابه الجمع الاستثنائي اللي تخير واحد البنت ولا معين في القانون الاساسي وهذا باش نخرجوا من هذا المأزق هذا. الله يرحم والديك شويه الهدوء الله يرحم والديك. انتما عرفتوا بان راه كاينه ثغرات وكاينه اخطاء وقعنا فيها نقولها بصراحه من بين الاخطاء الخطا الاول ان الرئيس خص يكون من المنخرطين وعرفتوا ان الوضعيه فيها عشرات المنخرطين ما دام ان احنا مشينا عند السيد العامل بان هذا يعني اننا حطينا القانون دو كوبي مشينا كنطلبوا الرئيس السيد العامل يعين لنا رئيس ماشي من المنخرطين ما دام ان عندنا عشرات المنخرطين دونك احنا محارفنا على القانون. دابا وصلنا دابا للتصويت من عنده شكون اللي عنده الحق يصوت مادام ان خالفنا القانون في اول مره نخالفوه اون دوزيام فوا جو نو فوا با انا الاقتراح ديالي انه غادي ترشحوا الناس اللي بغاو الرئاسه ولجميع الحق في التصويت دابا غادي نمشيو لاجراءات عمليه دابا غنفتحوا باب الترشيحات وكلشي يصوت جمع عام استثنائي راه عنده القوانين ديالو اللي كتنظمو عافاكم انسان شويه ديال القانون شويه ديال القانون اذا هو كاين تيقولوا الجمع العام سيد نفسه الجمع العام سيد نفسه اللي بغيتو ديروها تديروها بالتصويت واش تدو شي بون تزيدو في الجدول يعني بغينا ندير القضية كتديروها جماعة هذا الشيء كيمشي معكم في الطرح ديالكم انتم كجماعة كأعضاء الإخوان اللي داروا هذه المبادرة وخدموا جابوا أن للترشيح للكل تصويت للمنخرطين هذا الحل اللي جابوا الإخوان هذا حل تنقولوا ديال الجامعات ديال الأندية ديال الرجاء ديال الوداد هذا جمع عام استثنائي متى يقول استثنائي انه يعني ماشي عادي ماشي الثلث يعني استقلوا كل شيء كنرجعوا ازيرو ما عمر دابا تنهضروا قانون ضيع باكو عرفتش اش تنطقوا ما عمر شي جمعيه رياضيه دارت جمعه استثنائي وتصويت للجميع وتسحب الملف ديالها من الجامع ولا ما لعبتش يعني انه ولو يصوت الجميع ماشي مشكل ولو يصوتوا غير المنخرطين ماشي مشكل اذا امام القانون ما كاينش مشكل واش تفهمنا؟ باغا تجي العصبة تقول لك لا عاد صوتوا الناس غنسحبوا لكم الملف ما تلعبوش أو لا هذه ولا هذه إذا مادام قلتوا غادي نصوتوا جميعا حنا كإدارة ماشي مشكل مرحبا غير هو كاين واحد المشكل صغير أنا معكم هنا الناس هنايا مازال قاصرين لا يصوتون معكم اللاعبين لا يصوتون ها بلاتي غير نتفاهموا واخا نقولوا اللاعب اللي هو لعب وباقي اسمه ولكن القصيرين ما بقاش يصوتوا القصيرين العدد ما معروفش اذا خصنا نسدوا الابواب ونحسبوا باش نبقاو في الديمقراطيه والا اربعه الوراق لكل واحد اذا كاين العمل كاين اجراء ان نحسبوا الناس اللي عندهم الحق يصوتوا كبار في السن كذا 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 الدراري الصغار غادي يسمحوا لنا ثم لكم الحق كجمع اما تصويت بالاغلبيه يعني بهز اليدين على الاغلبيه والا فرض يعني في السيري فرضي فاسمتوا في الصندوق هذا العمل خدينا معاك واش بغيتوا شي كجمع كجمع عام كاين حاله اخرى هو ديال الاخوان ديال اللجنه المؤقته اللي مشكورين هما دابا عملهم نورمالمون وصل هنا تحيه الاجواء ديال الجمع العام لكن واحد النقطه الثالثه قبيله ديال
ديال تعيين الرئيس. اما هيئوا الاجواء للجامعة باش يكون ديمقراطيه. كان بيدهم انهم يجيبوا الرئيس ويعينوه على برا ويديروا اللائحه وتعطى لسمته وتمشي للعصبه والجامعه، ولكن الحوا وحتى السيد النائب الح والاخوه انه يدير الجامعه العام ويتقال اللي بغى يتقال، وهذا الشيء صحيح ماشي مشكل، ويتنتخب الرئيس في جامعه عام استثنائي باغلبيه او بكذا. لان الصحافه راه متبعين واش يكتب الناس غادي يقرا. ما بغيناش تعيينات، بغينا ترشيح، بغينا انتخاب، ما بغيناش تعيين. دابا الاخوان تيطلبوا منكم اما غادي يستمروا في العمل ديالهم وغادي ياخذوا الترشيحات فهمتي الترشيحات ويديروا العمل، واما غادي يستقلوا وانتم عينوا واحد جوج الاشخاص ولا ثلاثه اللي غادي يسيروا هذه الجلسه هذه. ما عجبكمش هذا الشيء كاين حل ثالث وهو التاجيل ديال الخير كله يتاجل اسبوع ولا اسبوعين، حيث ما الدار ان كيقول تأجيل هذا الجمع لمدة أسبوع
سمحوا لي نفهم منكم، وقال لك يتفتح المجال الناس اللي بغاو ينخرطوا ديروا واجبات ديال الخيرات، ومن بعد اسبوع يجيو يحضروا. التصويت غادي يكون غير الدين اشنو كتقولوا؟ واش قبلتوا هذا السيد ولا ما قبلتوش؟
ماذا النهار من عزيزنا يعني الرئيس فخشنا الدار أحضر يكونوا بقى عند دار الخليبة والرياضة أنا أكون شكرًا لحماس اللي يقول لي لان الغيرة اللي يقول لي لان غيرة أرونتينيه لأنه المكتب الفريق نادي أمال تيزنيت ماشي كارتشكل ولكن تيران سبورس ركسيني جميع التمثيليات ركسيني العباء القديم ركسيني الشباب جميع التمثيليات غير ساتيني رانسكري البرنامج رانسكوس دي جمهوري قديم رؤساء الجمعيات الرياضية تزيد كله الريزيم الجمهور المنتخبين جميع المنتخبين للالين واللي تدعمين بين واللي تدعمين غير رانسكري العدد المشاورات انزر باش انظر استراتيجيه اللي سران زيكيز انس من را دمان قاد من ان را وهو انسكري المخطط نحن اللي سران زيكيز از نلعب في الصعود از نلعب في تكوين فريق ميد نايت زيت ولكن كي غادي نسمق قول اغلبيات ان راك تكوين فريق نايت زنيت وشكرا جامعة السحل عضو جهاز سسمى الصدرعة باش أنت جزء عضو جهاز سسمى الصدرعة يعني مسير شركة السلام عليكم.